السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما وأبدا تكونوا بخير والتوفيق يا رب دايما وأبدا. دفعة 59، أنا عارف إن أنتم مزنوقين اليومين دول، بس إن شاء الله في الفيديو ده هنحاول نحل كل أسئلة الـ MCQ إن شاء الله اللي جت فيه أسئلة الفورماتيف وأسئلة الكلية وأسئلة أي MCQ ممكن يكون موجود. وإن شاء الله الفيديو ده بإذن الله مش هيقل منه عن 5 أو 6 MCQ موجودين بالنص كده إن شاء الله. هنحل أول بحاجة مع بعض. أنا عامل المذكرة ديت مجمعها من أسئلة الفورماتيف وأسئلة الكلية وكل ده، وهحل لكم منها إن شاء الله الام سي كيو، وكمان في فايل كمان بتاع الكلية هنحله كمان، هو موجود هنا بس احنا هنحله تاني، وفايل كمان ام سي كيو كان متجمع كده هنحله كمان. هنبدأ بأسئلة الإكزامز، ولو اتبقى وقت إن شاء الله في ممكن في فيديو تاني أعمل لكم بقى أسئلة المذكرة أنا كنت بنزلها على بعضها عشان برضه اللي محتاج يحلها، بس ده يبقى فيديو لوحده إن شاء الله. أول حاجة، ايه هو اللايبوبولي ساكرايد؟ اما تحل اول سؤال ام سي كيو، اما تيجي تقف على اي اول سؤال اي سؤال ام سي كيو لازم وانت بتبص عليه تبص ايه اللايبوبولي ساكرايد، تيجي في دماغك جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف. انا كنت شايفها في الجرام نيجاتيف، كانت في الجدول. ده الاوتر ممبرين اللي موجود في الجرام نيجاتيف بكتيريا. خلاص خلصت، يبقى الاجابه الاولى خلاص. بس وانت بتحل تقرا كل الاجابات، انفلونس البرميابيلتي، لا ما اعرفش حاجه زي كده. موجوده في السيل وول بتاع ميني جرام بوزيتيف، لا ده في السيل وول بس بتاع الجرام نيجاتيف. طيب ميك اب انر ممبرين، الانر ممبرين بتاع الجرام بوزيتيف قلنا لا. امال بروفايد ريسبتور فور فاج، لا. بس تقرا الاسئله اللي جابت لاخرها ربما يكون الاجابه اول اوف ذا ابوف. طيب تاني سؤال عندنا، ايه هو التكويك اسيد؟ التكويك اسيد ده احنا كنا قايلين ان هو موجود فين؟ في الجرام بوزيتيف بكتيريا، سيل وول بتاع الجرام بوزيتيف، فاوند في السيل وول بتاع الجرام بوزيتيف بكتيريا، دي الاجابه الصح. بعد كده السؤال اللي بعد كده هو which of the following present في الجرام نيجاتيف مش في الجرام بوزيتيف، ايه اللي دلوقتي موجود في الجرام نيجاتيف مش في الجرام بوزيتيف؟ عينك تروح على اللي بت ايه، اول حاجه تدور على، طب ما لقيتهاش دور على حاجه ثانيه. تمام، البيبتيدو جلايكان ده مش السيل وول، موجود في الاثنين. الكبسول موجود في بعض البكتيريات والبعض الاخر، لا قلنا موجود في الاثنين. الفلاجيلا، لا برضه. الفولاتين جنينو الزقه، هي الاجابه هي اللي بت ايه. عينك تروح في الاول على اللي بت ايه، كومن اس كومن يا جماعه، والاجابه بتيجي سهله جدا. بعد كده الفلاجيلا، الفلاجيلا دي قلنا عضو ايه؟ عضو الموتيليتي. ما قالكش كلمه موتيليتي، لو قلنا زودنا كلمه في المحاضره اللي هي كلمه لوكوموشن، يبقى الاجابه هي لوكوموشن. طيب بعد كده الكومبتنس، الكومبتنس از انديوزد كان بي انديوزد في النون كومبتنسز في اللاب، ايه ده بقى موجود فين ده؟ موجود في ترانسفورميشن، قلنا ترانسفورميشن يا ناتشرال يا في اللاب. في اللاب قلنا بنعمله بالكومبتنس او بالالكتروبورشن، يعني بالكومبتنس كل كان بيستخدم فيه كالسيوم كلورايد، قلنا السي مع السي كالسيوم كلورايد. طيب which of the following forms في الجين ترانسفير in which two cells come in contact with each other، ايه هو الجين ترانسفير اصلا؟ ثلاث حاجات، conjugation transduction transformation. الconjugation يبقى come in contact، قلنا السي مع السي conjugation تبقى come in contact. طيب الترانسدكشن قلنا عن طريق البكتيريوفاج، الترانسفورميشن قلنا دايركت ابتيك، يبقى come in contact يبقى العجب الموضوع conjugation. طيب بعد كده which of the following بلازميد، ايه من البلازميد اللي بقاتي كان موبلايز اتسلف اند انذر بلازميد فروم سيل تو سيل. انواع البلازميد على حسب الموتيليتي او على حسب الموفينج ثلاث حاجات، كونجوجيتيف ده بيتحرك، شاتل ده بيتحرك وبيحرك واحد كمان، والثالث نان كونجوجيتيف ما بيتحركش. كونجوجيتيف لا، ده بيقول لك بيحرك نفسه بيحرك واحد كمان، يبقى ده الشاتل فيكتور. وزودنا على الشاتل فيكتور دول هو بيتحرك ما بين البكتيريا واليست، ودي معلومه مهمه جدا. طيب بعد كده الديزايرد بروبرتيز بتاع الانتيبيوتيك انكلود وان اوف ذا فولوينج، اونلي وان اوف ذا فولوينج الديزايرد بروبرتيز، كان جمعناها في اثنين نان اللي هم نان الجيك ونان ايه ريزيستنس، و اثنين اس اللي هو سوليبل وستي ووتر سوليبل وستيبل، و اثنين عكس بعض اللي هم السلكتيف توكسيستي والبرود سبيكترم، وقلنا كمان الاثنين اللي بعد كده اللي هم المقارنه البكتيري سايد الاحسن من البكتيريو ستاتيك، قلنا زمان ومكان اللي هو لونج بلازما اوف لايف، وقلنا كمان ايه اللي هو جود تيشو ديستريبيوشن. سيلكتيف بيرميابيلتي مفيش حاجه اسمها سيلكتيف بيرميابيلتي، لكن اسمها سيلكتيف توكسيستي. نارو سبيكترم لا غلط برضه، لونج بلازما اوف لايف دي الاجابه الصح، يبقى الاجابه سي. انفلونزا فيروس دي موجوده فين بقى؟ دي موجوده في الجدول ده، الجدول اللي قدامك ده في غايه الاهميه. الفيروسات بتتقسم لدي ان اي فيروس وار ان اي فيروس، عايزك تحفظ لي بس الامثله. الاتش بي في تبع الايكوزا هيدرال دي ان اي فيروس، طيب البوليو فيروس تبع الايكوزا هيدرال ار ان اي فيروس، الانفلونزا فيروس قلنا حرف الاي مع الهيليكال فحرف الاي برضه وتبع الار ان اي فيروس، والاتش سي في والاتش اي في الاثنين كومبلكس ار ان اي فيروس، ما تنساش دول مهمين جدا جدا، ان شاء الله ممكن يجي منهم سؤال في الامتحان.
نرجع بقى للسؤال بتاعنا، كان بيقول ايه؟ الانفلونزا فيروس از كلاسيفايد از الانفلونزا فيروس، قلنا من نوع الهيليكال ار ان اي، ما تنساهاش. طيب نخش على السؤال اللي بعده، الفانجاي. بيقول لك الفانجاي ذات انفيد السكين والهير والنيلز، قلنا السكين والهير والنيلز هتبقى ايه؟ سكين وهير ونيلز، تبقى الفنجاي التانية اللي هي الكوتينيوس. امال السوبرفيشال كان بيجيب الهير وبيجيب كمان مين؟ وبيجيب الاوتر موست لاير. طب السب كوتينيوس كان بيجيب كل حاجة، الديرمز والمصل والبون وكل حاجة. طب السيستميك كان بيجيب الاورجنز. خش على الامتحان اللي بعده، which one of the following protect the cell against the phagocytosis، اللي كمل الفانكشن بتاعته protect the cell against the phagocytosis ده الكبسول. الكبسول طيب which phase of البكتيريال جروث كورليت مع البريود اوف سيمبتومز اند ساينز، دي الجدول بتاع ايه؟ بتاع البكتيريال جروث كيرف. قلنا اول واحده كانت لاك فيز، اللاك فيز المرحله التحضيريه ما فيش فيها مالتبليكيشن، بتكورليت مع ايه؟ بتكورليت مع الانكيوبيشن بيريود. تاني واحده اللوك فيز كانت بتانكيوبيت مع ايه؟ بتانكيوبيت مع الانفيزيف بيريود. تالت واحده الاستيشنري، قلنا الاستيشنري مع السيمبتومز والساينز، الاس مع الاس. وقلنا اخر واحده اللي هي الديكلاين بتانفيد مع بتكورليت مع ايه؟ مع الكونفالسنت ستيج. فدي السيمبتومز والساينز هتبقى كلها مع الاستيشنري فيز. السؤال اللي بعد كده، وان فاكت از ترو اباوت الاندوتوكسين، خلي بالك من السؤال ده بتاع الجدول الاندوتوكسين والاكزوتوكسين ده. طيب قول ايه الاتي صح عن الاندوتوكس؟ الاندوتوكسين بروديوسد بالجرام نيجاتيف، بروديوسد بالجرام نيجاتيف صح تمام. سترونج ايمينوجينيك لا، هيت لابايل لا، ده هيت ستيبل. سبيسيفيك ان اكشن قلنا لا، بروتين في النشر قلنا لا، ده الغلايبو بولي ساكرايد. يبقى الاجابه هي نمره واحد A. السؤال اللي بعد كده، وان فاكت از فولس اباوت الاندوتوكس، ايه اللي في الاتي فولس غلط 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 عن الاندوتوكس؟ موجود في الجرام نيجاتيف لا، بروديوس فيفر، هو كان بيبروديوس فيفر عادي، قلنا كان بيعمل ايه؟ كان بيحصل منه فيفر وهايبوتنشن. طيب كان بيكونفرت التوكسيد لا، ده السؤال اللي غلط، دي الغلط، يبقى الاجابه سي. خمسه، which one of the following plasmid camouflage itself from and another plasmid from cell to cell under the shuttle vector. طيب اللي بعد كده، which of the following gene transfer is mediated by bacteriophage، قلنا البكتيريوفاج تبقى transduction. transduction وخلي بالك من الاسماء عشان عندنا transduction transformation transposition، خلي بالك منهم transduction. لما transformation bacterio direct uptake، transposition ده عمليه النقل اللي بتتم عن طريق مين؟ الترانسبوزوم. سبعة، بلازميد ويتش كود اند ترانسفير دراج ريزيستنس، قلنا دراج ريزيستنس يبقى ار فاكتور، اف بتاع الكونجوجيشن اسمه اف فاكتور او اف بلازميد، يبقى ده ار بلازميد الاجابه الاولى. طيب فايرال نيوكليك اسيد از كاركترايزد باي، نيوكليك اسيد كاركترايزد باي لينير فورم لا، قلنا رين لينير او سيركل. كود الفايرال ستراكشر بروتينز ويز نو رول في الستراكشرال لا، ده هو موجود مسؤول عن الستراكشر بروتينز والنون ستراكشر بروتينز. طيب سراوند باي نيوكليار ممبرين، ايه سراوند باي نيوكليار ممبرين؟ لا طبعا، لان الفيروس ما عندوش نيوكليار ممبرين اصلا. ات از انفكشوس بارت اوف ذا فيروس، دي الاجابه الصح، اجابه دي. نون سيجمنتد قلنا كان في سيجمنتد او ممكن يبقى ايه؟ نون سيجمنت، يبقى الاجابه الصح انفكشوس بارت اوف ذا فيروس، الفيرال نيوكليك اسيد بيتماس بانه الانفكشوس بارت. بعد كده المايكرو اورجانيزم بيكام ريزيستنت للانتي مايكروبيال دراج باي ذا فولوينج، الريزيستنت بتاع الانتي ميكروبيال عن طريق خمس حاجات، اول حاجه يقلل الاكوميوليشن، ثاني واحده يزود الافلوكس، ثالث واحده يغير التارجت سايت، رابع واحده يطلع انزيمات، خامس واحده يالتر مين؟ الميتابوليك. برودكشن اوف ذا انزيم ذات ديستروي اللنج ذات ديستروي ذا صح، ديفلوبمنت اوف ذا التر ريسبتور بيالتر ريسبتور تمام، يبقى اول اوف ذا باف. طيب حتى لو الثالثه ما انتش عارفها فيبقى اول اوف ذا باف برضه. Which statement regarding the fungal cell wall is correct؟ الفانجال سيل وول، قلنا الفانجال سيل وول كان عنده كايتين وجلوكان ومنان تمام، السيل ممبرين كان عنده ارجستيرون وكانت ايه وكاريوتيك، دول الاستراكشر بتاع مين؟ الفانجاي. ميجور كومبوننت بروتينز اللي هم كايتين وجلوكان ومنان، دي اجابه صح. طيب اللي بعد كده، الفلاجيلا اورجان اوف موتيلتي او لوكوموشن، يبقى الاجابه سي. الاندوتوكس لايبو بولي ساكرايد، ما تنساش اندوتوكسين لايبو بولي ساكرايد، لما الاكزوتوكسين بولي ساكرايد بروتين ايه؟ بروتين ان اتش. Which one of the following is best describe the mode of action of endotoxin؟ الاندوتوكسين بيشتغل ازاي؟
ده سؤال رابط الباثولوجي بالمايكرو، فانا حطيته برضه وجليته لقيته موجود في كتاب فحطيته. الانتوكسين ده بيعمل ايه في الجسم؟ قلنا ده نون سبيسيفيك. امال بيعمل ايه؟ بيعمل هايبوتنشن وفيفر في اي مكان في الجسم، فهو نون سبيسيفيك. طيب الفيفر دي انت خدتها في الباثولوجي في شابتر الانفلاميشن، بتحصل عن طريق تيومر نكروزيس فاكتور، فيبقى السبب هو كوز ذا ريليز اوف تيومر نكروزيس فاكتور وانترليوكين واحد. ده السؤال. طيب وان فاكت is about is false about the exotoxin. False وال exotoxin طيب usually produced by gram positive bacteria. قلنا بتنتج عن طريق gram positive ونيجاتيف. diffusible diffusible. immunogenic immunogenic. هيت ستيبل. لا 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 قلنا هو هيت لاباي لانه بروتين في النيتشر، يبقى دي الاجابه الغلط. بروكاريوتيك مسنجر ار ان اي ترانسكريبشن. الترانسكريبشن بتاع المسنجر ار ان اي اهم كلمه قلناها في البروكاريوتيك ترانسكريبشن، قلنا ان هو بوليسيسترونيك او بوليجينيك. طيب تاني حاجه بيحتاج واحد نوع بس من الار ان اي بوليميريز. طب تالت حاجه بيحصل مع الترانسليشن في نفس المكان، ليه؟ لان الاثنين بيحصلوا في السيتوبلازم. رابع حاجه البوست ترانسكريبشن موديفيكيشن ماينور، فيبقى الاجابه هنا ريزلت من بوليسيسترونيك مسنجر ار ان اي. طيب ريجاردنج الاسترينجنت بلازميد، الاسترينجنت بلازميد مهم مهم مهم. الاسترينجنت بلازميد قلنا ده البلازميد المقيد. طب هو مقيد ليه؟ لان الكوبي نمبر مربوط بسبيسيفيك بروتين. طب السبيسيفيك بروتين البكتيريا تقدر تطلعه؟ لا. فهو عاوز كام كوبي نمبر؟ من 1 ل 2 كوبي. طب موجود فين في الاف بلازميد؟ دول الثلاث ام سي كاب بتوعه استرينجنت بلازميد، 1 ل 2 كوبي اف بلازميد. فيبقى هنا الاجابه ايه؟ 1 ل 2 كوبيز. بعد كده الامبسيلين ريزيستنس، دول بتاع الترانسبوزون. الترانسبوزون حفظناهم ازاي؟ كومبوزيت ونون كومبوزيت. الكومبوزيت كان 5 10 قط، 5 10 5 كانامايسين، 10 تترا سايكل. طيب ان هو 5 10 قط. طيب النون كومبوزيت 3 و7، 3 دول اللي انت هتحفظه بتاع الامبسيلين. طيب 7 قلنا 7 يبقى ستريبتومايسين، والاس بعدها تي تبقى تريميزوبري. يبقى الامبسيلين بتاع مين؟ الترانسبوزون 3. طيب الميكانيزم بتاع الدراج ريزيستنس، الميكانيزم بتاع الدراج ريزيستنس قلنا بيالتر البرميابيليتي عن طريق ان هو بيقلل الاكوميليشن، تمام. الان اكتيفيشن، تمام. التر التارجت سايت يبقى اولف ظبط. طيب اللي بعد كده هو تشوف ذا فولوينج ستيتمنت ريجاردنج الفيروس مورفولوجي از ترو، ايه اللي من الاتي صح عن الفيروس مورفولوجي؟ نقرا مع بعض. اول ار ان اي فيروس ار هيستوريكال في الشيب، لا. طيب كونتين سام فيروسات عندها فلاجيلا، مفيش حاجه، ما هوش في سيل اصلا لو عنده فلاجيلا ولا ميتوكوندريا ولا اي حاجه. سام فيروسات دي ان اي جينوم كونتين نيوكلاس، مفيش نيوكلاس ولا اي حاجه. الفيرال سيرفيس بروتينز اللي هو قصده يقصد بيه الكبسيد بروتكت الفيرال جينوم من نيوكليس، صح. دي اجابه صح، كنا قلنا وظيفه الكبسيد بروتكشن. ويتش ستيتمنت ريجاردنج الفانجل سيلول، ده معاد. يبقى اول واحده اللي هي الجلوكان والمنان والكايتي. بعد كده الكاريرز ار دينجرس سورس اوف انفكشن، ده مش عندكم، مش عندكم الكيس والكارير والكلام ده، بس الاجابه هتبقى الاولى. زي هاف نو كلينيكال سيمبتومز. طيب الاكزوتوكسين، الاكزوتوكسين قلنا بروتين في النيتشر، بروتين بروتين. طيب الانزيم ذات ديستروي النيتروفيل والماكروفاج، النيتروفيل والماكروفاج دول تبع مين؟ تبع الليوكوسايت. فالانزيمات اللي بتدمرهم اسمها ايه؟ الليوكوسيدين. موجوده برضو ايه بس مش واضحه قوي في المايكرو. وان فاكت از ترو اباوت الاندوتوكسين، ايه الصح عن الاندوتوكسين؟ الاندوتوكسين موجود في جرام نيجاتيف، صح. اول واحده. طيب اللي بعد كده which of the following statement to describe the virus best describe the virus obligatory extra cellular، لا ده قلنا انترا سيلولار. كان بي جرون في البلاد اجر، لا غلط. كونتين بوز دي ان اي اور ار ان اي، قلنا لا دي ان اي ار ان اي. كان بي تريتد باي انتيبيوتيك، لا طبعا انتي فايرال. فيري سمول سيل 20 300 نانو متر، دي اجابه صح. طيب اللي بعد كده الفانجاي ذات انفكت او سايد ليرز اللي هي السكين والهير او الهير بره خالص اسمها سوبرفيشال، سوبرفيشال. طيب الانتيبيوتيك ريزيستنس طالع من انهي واحده من دول؟ تشينجينج فروم ايروبيك تو انايروبيك، لا مفيش الكلام ده. طيب انكريزنج الموتيليتي، مفيش الكلام ده برضه. التريشن اوف انتيبيوتيك تارجت، صح جدا. يبقى الاجابه سي. وتشوف ذا فولوينج مولكيولز ميديت الكونجيوجيشن في جرام بوزيتيف، قلنا الكونجيوجيشن في جرام نيجاتيف عن طريق الاف بايلي. طب في جرام بوزيتيف بتطلع شورت بالطيب اسمها فيرمون، فسماها فيرمون ميديتد، يبقى دي اسمها فيرمون. فيرمون السؤال ده مهم. طيب all of the following statement is to are true about transformation معد، كل ده صح عن transformation معد. نقرا مع بعض. an active process اعتبرنا مش عارفينها، سيبك منها دلوقتي. can be induced في اللاب، تمام. بت induced في اللاب، وت induced فين؟ في اللاب عن طريق competence وعن طريق اكتروبرشن.
كان بي انديوس بالالكتروباشن صح. الفيرمونز ار ريكوايرد ايه الفيرمونز ده؟ لا ده الفيرمونز ده كانت فين؟ كان في الكونجوجيشن. فدي الاجابه الغلط 100%. طب دي انت ما انتش عارف، لو انت ما انتش عارف حاجه ما تحطهاش اجابه، تحط مين؟ تحط اللي عندك في المنهج، الفيرمون عندك في المنهج في الكونجوجيشن، يبقى دي الاجابه الغلط. طيب اللي بعد كده، which of the following gene transfer is mediated by F بلازميت في الدونر سيل؟ لو لقينا F بلازميت يبقى دي طبعا على طول ايه؟ conjugation. تمام. اللي بعد كده، الامتحان اللي بعد كده، which bacterial gene transfer process is most sensitive to extracellular nucleus؟ ان شاء الله السؤال ده هيجي باذن الله. يعني ايه من البكتيريا الجين ترانسفير دولت موجود سنسيتيف ليه؟ لكسر سول نوكليس. قلنا ده ترانسفورميشن. ترانسفورميشن ليه؟ لان احنا بناخد ابتيك للدي ان ايه من الطبيعه، والابتيك الدي ان ايه في الطبيعه ترانسفورميشن ممكن يهاجمه ويدمره، يبقى ده ترانسفورميشن. طيب بعد كده الريبوسوم بروكاريوتي، البروكاريوت ريبوسوم مكون من ايه؟ مكون من 30 اس و 50 اس، 30 50 اس هيت و 30 اس، 50 اند 50 اس و 30 اس اللي هو الاجابه نمره سي. طيب انما الايوكاريوتيك 40 60. طيب الفيرال ريبليكيشن، الفيرال ريبليكيشن بيحصل ازاي؟ بالباينري ريفيجن دي البكتيريا ريكوير الهوست سيل موكروم لوكيلز. ايه الكلام ده ما خدتوش؟ كان بي بريفنتد باي الانتيبيوتيك غلط. كان اوكير في سنسيتيك ميديا لا. نقرا تاني، بين الفيجن دي احنا بنستبعدها خالص، بانتيبيوتيك بنستبعدها برضه، يبقى الاجابه دي ديت نقراها بتمعن كده ريكوير هوست سيل ماكروميكولز. يعني هو يقصد يعني بالحته دي ان هو ايه لازم يدخل جوه الخليه يبقى اوبليجاتور انتر سيل. يبقى دي الاجابه الصح، يبقى الاجابه الصح بي. والسؤال ده ايه كويس برضه في فكره. which of the following groups of antimicrobial microorganism of inhibiting protein sense؟ اللي كانوا بينهبت البروتين سينسس كانت ايه؟ 30 50 ات ياهو دوت كوم، اللي هو 30 اللي هو بتاعت ات امينو جلايكوزيد ومين وتترا سايكل. طيب كوم 50 بتاعت كوم كلوران فينيكول وماكروليت، يبقى ده ايه؟ امينو جلايكوزيد. تمام، ودول متجمعين في ورقتين عندك على الجروب. طيب which is interferon principal mode of action؟ دي مهمه جدا جدا جدا. ايه المود اوف اكشن بتاع الانترفيرون؟ الانترفيرون ده بيشتغل ازاي؟ بيطلع انترفيرون بتطلع من الانفكتد سيل تروح على الان انفكتد سيل، تعمل ايه في الان انفكتد سيل؟ تعمل تمنع الفيرال ريبليكيشن. وقلنا الفيرال ريبليكيشن بيشمل عمليتين، الفيرال ريبليكيشن هو از تمبلت، والفيرال ترانسكريبشن اند ترانسليشن عشان يطلع مين؟ عشان يخرج عندي الكبسيد ويعمل له اسمبلي. يبقى ده انديوز سينس اوف وان اور مور بروتين ذات انهبيت الترانسليشن والترانسكريبشن، يبقى الاجابه سي. والسؤال ده مهم جدا جدا جدا. طيب السؤال اللي بعد كده، الديزايرد بروبرتس بتاع الانتي بايوتيك وان اوف ذا فولوينج. الانتي بايوتيك الديزايرد بروبرتس قلناهم في الاول، سيلكتيف بيرميبلتي ما خدناهاش. تمام، قلنا لونج بلازما هاف لايف، والسؤال ده مكرر برضه. وين كومبيرد تو فلاجيلا الفيمبريا ار كاركترايزد باي، الفلاجيلا الفيمبريا بتختلف على الفيمبريا بايه؟ قلنا الفيمبريا بتختلف في ثلاث في حاجتين. اول حاجه موجوده فين؟ في الجرام نيجاتيف. الفيمبريا طالعه من السيل ميمبرين، انما الفلاجيلا من البيزل بادي بتاع السيتوبلازم. طيب الفيمبريا كمان موجوده في الموتايل والنون موتايل سترينز. طيب اللي بعد كده، الفيمبريا كمان مور نيومرس اكتر من الفلاجيلا، فيبقى الاجابه هنا مور نيومرس. السؤال ده سؤال محاضره. الريبوسوم بتاع البروكاريوتيك 30 50. طيب اللي بعد كده، وان بيز ذات كاري اتنين انسرشن سيكونس ذات انكود ان بتوين الجين. الاثنين انسرشن سيكونس قلنا ده المعقد الترانسبوز المعقد الكومبوزيت ترانسبوز، اما النون كومبوزيت ما عندوش انسرشن سيكونس، يبقى دي ايه؟ كومبوزيت ترانسبوز. طيب which of the which what are the plasmid status of bacteria cell result from conjugation between positive and F negative bacterium؟ يقصد بالسؤال ده يقصد الاند ريزلت، النهايه بتاعت البلازميد بتاع الكونجوجيشن دي بتنتج ايه؟ بتنتج 2 اف بوزيتيف بكتيريا، ونشرتها على جروب كذا مره والسؤال ده مهم وسؤال محاضره، يبقى 2 اف بوزيتيف بكتيريا. طيب بعد كده البارت بتاع الاندوتوكسين اللي مسؤول عن التوكسيستي، التوكسيستي بتاع الاندوتوكسين كان الليبيد ايه؟ طب البولي ساكاريد كان بيشتغل كانتيجين سوماتيك انتيجين. طب الفاكولتيتيف انروب، قلنا فاكولتيتيف انروب يعني اختياريه بتعيش وبريسنس اور ابسنس اوف اوكسجين، كان جرو ان ذا بريسنس اور ابسنس اوف اوكسجين. امال الاوبليجاتوري يوروب، الاوبليجاتوري يوروب اونلي بريسنس اوف اوكسجين. طيب الاوبليجاتوري انروب ما فيش اكسجين. طب المايكرو ايروفيليك، عشان في حد كذا ساعه حد سالني فيها، مايكرو يعني صغير وايروفيليك يعني اكسجين، يعني بتحتاج اكسجين بكميه قليله زي البروبيونو بكتيريام اكوني. بعد كده ايه اللي بيحمل بكتيريا اجنس الفاجوسيتوز؟ قلنا ده وصفه الكبسول.
بعد كده البروكاريوتيك سيل از كاركترايزد باي نوز فلوينج تورس. تبص على طول برسنس اوف بيبتيدو جلايكان على طول، يبقى برسنس اوف بيبتيدو جلايكان. طيب ذا برسنس اوف مالتيبل بولر فلاجيلوم، اه حته الفلاجيلا دي برده مهم. الفلاجيلا لو على 1 بولت اسميها ايه؟ مونو تريكس. طب على كل واحده على 1 بولت يبقى اسميها انف تريكس. طب لو لفه واحده من على جنب واحد مالتيبل بولر فلاجيلا اسميها لوفو تريكس، لفه او بري. بري يعني بتحط بقى من جميع النواحي، يبقى ديت ايه؟ لوفو تريكس. بعد كده الديفرنس ما بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا از ايه اللي كان مختلف وكنا بنعمل عنه مقارنه؟ هو السيل وول، يبقى السيل وول هي الاجابه الصح. طيب بعد كده الفاج اللي بينهبت اللي بيدستروي السيل دي ان ايه والسنسز اوف فاج بكتيريا ذات كوز لايسس اوف ذا هوست ار كولد. طيب خليك بقى معايا في الحته دي، الجنرالايز ترانسدكشن والسبيشال ترانسدكشن، عايز في كل واحد ثلاث كلمات بالظبط. الجنرالايز دي بيحصل في اي حته، ايه الكروموزومال دي ان ايه. طيب تاني واحدة منه بنسميه فيرولنت فاج، فاج شرس لأنه بيدخل يدمر الدي ان ايه. تالت واحدة هو بيسبب ليتك سايكل. طيب التانية السبيشاليز عايزك تعرف بقى سيجمنتد أو بيحتوي على سبيشاليز سيجمنت، بياخد سبيشاليز سيجمنت من الدي ان ايه. تاني واحدة لايسوجينيك، تالت واحدة اسمه بروفاج، ورابع واحدة اسمه تمبرت، تمبرت يعني مؤقت. فده يبقى ايه؟ فيرولنت فاج. السؤال ده مهم، فيرولنت فاج إجابة نمرة سي. Which of the following بلازميد unstable can be attacked بالاكزونوكليز؟ السؤال ده مهم. اللينير بلازميد، قلنا البلازميد على حسب الشيب بتاعه يا سيركولار 3 سي اللي هو الكوفالنت كلوز سيركولار، ده السيسي، السيسي ده اشهر واحد في الدوله الموست كومون. طيب الثاني السيمي سيركولار ده ترانزيانت فورم. طيب الثالث اللي هو اللينير كان بي اتاكد بالاكزونوكليز وانستيبل غير مستقر. البروكاريوتيك ترانسليشن بيحصل ات سلو ريت، لا بيحصل عند ات لارج ات رابيد ريت. ات نوت كابلد ويز ترانسكريبشن، اون ترانسكريبشن بيحصل مع الترانسليشن، ده اول ده الاجابه الصح. الامينو اسيد اللي بيحصل في الاول اسمه ميسونين، يحصل له فورميوليتد، اسمه فورميوليتد ميوسين او الميسونين يحصل له فورميوليشن، تمام. امال الايوكاريوتيك الميسونين على طول، الميسونين على طول، والاي جي بيعمل الميسونين على طول. طيب الانشيشن فاكتورز ده ثلاثه، انما الثاني الايوكاريوتيك اكثر من ثلاثه. طيب الرايبوسوم 70 اس 70 اس. طيب يبقى الاجابه هنا الميسونين هو فورميوليتد. از ريجارد الملوكولار كلوننج ويتش وان اوف ذا فولوينج ستيتمنت انكوركت. الملوكولار كلوننج ده عمليه تحميل الجين على البلازميد. اول حاجه بنعملها ايه؟ اول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل اكستراكشن للدي ان ايه والوانتد جينز والبلازميد عن طريق مين؟ الريستريكشن اندونيوكليز انزايم. طيب تاني حاجه بنجمعهم على بعض، بنجمعهم على بعض بايه؟ باللايجيت، وبعدين نحطهم ترانسفورميشن جوه خليه اللي هي اليست، تمام، وبعدين نعمل لهم ايه؟ يحصل منهم يكتروا ونطلع الجين اللي احنا عاوزينه. عمليه تحشين الجين على البلازميد اسمها ايه؟ ريكومبيننت دي ان ايه مولكيول. فاول اجابه هي صح، مفيش مشكله. دي ان ايه اكستراكشن اوف ذا وانتد جين ماست بي دن، اكيد لازم تجيبه من الدي ان ايه. طيب ريستريكشن اوف اندونيوكليز از ادد تو بوث وانتد اند الفيكتور، اه بنقطع الاثنين بنفس السيم restriction endonuclease. الدي ان ايه جايريز ويتش لايجيت الوانتد جين على الفيكتور، لا ده الدي ان ايه لايجيز مش جايريز، لايجيز. امال الدي ان ايه جايريز ده ايه؟ اللي هو التوبو ايزوميريز، يقصد بالتوبو ايزوميريز. اخر امتحان معانا بقى البروكاريوتيك دي ان ايه ريبليكيشن. الدي ان ايه ريبليكيشن اللي بيحصل في البروكاريوتيك موجود فين؟ في السيتوبلازم، بيحصل في السيتوبلازم وعند 1 بوينت وبنتيه عند 1 بوينت، والدايركشن بتاعه باي دايركشنال، تمام؟ تمام. والدي ان اللي بنحتاجه كمان 2 دي ان ايه بوليمريز. طيب البلازميد ويتش بروباجيت ان تو ديفرنت هوست سبيشيز ييست وبكتيريا، ده اللي انا قلت عليه من شويه اللي هو الشاتل فيكتور، الشاتل فيكتور اللي هو الاجابه بي. والسؤال ده مهم، اونلي وان اوف ذا فولوينج ار ترو اباوت اليوريدو بنسلين. قلنا اليوريدو بنسلين يفرق عن الكربوكسي بنسلين في ايه؟ في انه مور سترونجر على مين؟ على السودوموناس ايروجنوزا، جريتر اكتيفيتي ذان الكربوكسي بنسلين اجينست السودوموناس ايروجنوزا، ودول متجمعين في الورقتين اللي عندكم. السؤال اللي بعد كده البيتا لاكتام، البيتا لاكتام انكلود اونلي وان اوف ذا فولوينج، اونلي وان اوف ذا فولوينج. البيتا لاكتام دي كانت عباره عن يعني ايه؟ سيفالوسبورين و بنسلين، وسيفالوسبورين وكاربابينين مونوباكتام. الكاربابينين موجوده اهي، يبقى من الايه؟ من البيتا لاكتام، يبقى الاجابه الايه؟ طيب اللي بعد كده البروتين كوت اللي بيحيط بالنيوكليك اسيد اوف فيروس سكولد كابسيد، اسمه ايه يعني؟ اسمه كابسيد. طيب which mechanism of the following is not involved in mechanism of action of antiviral drugs؟
بص السؤال دوت لو جالك جه في المحاضره قبل كده، بس هو لو جالك انت هتفكر ازاي؟ انت هتفكر في السؤال ده ان الميكانيزم اوف اكشن في انتي فايرال دراجز، الحاجه اللي ما بيشتغلش على انتي فايرال دراجز هي اكيد السيل ممبرين، لان الفيروس اصلا ما عندوش سيل ممبرين ولا عنده اي حاجه، فالاجابه هنا تبقى ايه؟ انهبيشن اوف سيل ممبرين، ما عندوش سيل ممبرين اصلا. طيب الجزء اللي بعد كده، which phase of bacterial growth correlate مع ال period of symptoms and signs، دي مين؟ ده هتبقى ال stationary phase، قلنا ال S مع ال S. طيب اللي بعد كده، only one of the following combination is active against the beta lactamase producing ايه؟ بكتيريا. اللي بأكتف اجينست البيتا لاكتاميز بروديوس بكتيريا اكس او بي الكومبينيشن سيرابا او كودراج اللي هو مين؟ كلافيولينيك واموكسيسيلين، كلافيولينيك اسيد اند اموكسيسيلين. طيب اخر سؤالين معانا بقى، انتيبيوتيك ريزيستنت بكتيريا ايمرج از ا ريزلت اوف ويتش اوف ذيس ميكانيزم. الانتيبيوتيك ريزيستنت طالعه منين؟ تشينجينج فروم ايروبيك تو انيروبيك. لا السؤال ده معادي وهيبقى الالتريشن للتارجت سايت. طيب اول اوف ذا فولوينج اليمنت او فانجل سيكشوال ريبرودكشن اكسبت، دي عن السيكشوال ريبرودكشن بتاعت الفانجاي ما عدا السيكشوال ريبرودكشن كانت كلمه ابوزو اللي هو الاسكو والبازيدو والاوسبور والزيجوسبور. الزيجو موجود، الاوسبور موجود، الاسكو موجود، الاسبرانجيوسبور لا، الاسبرانجيوسبور ديت عن الاسيكشوال، هي ومين؟ هي والكونيديوسبور. الجزء اللي بعد كده هو جزء اسئله المحاضرات، ايه من الفولوينج بكتيريا سيل اجينست الفاجوسيتوس ده الكبسول؟ السؤال ده معاد. طيب اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده، البروكاريوتيك سيل كاركترايزد باي وان اوف ذا فولوينج بريسنس اوف بيبتيدو جلايكان. قلنا بروكاريوتيك تبص على البيبتيدو جلايكان على طول. الكويشن اللي بعد كده، الجرام موجود في جرام نيجاتيف مش موجود في جرام بوزيتيف، ده الليبيد ايه؟ اللي بعد كده هو كومبيرد الفلاجيلا الفيمبريا، قلنا ايه؟ مور نيومرس. السؤال ده معاد برضه. اللي بعد كده اللي موجود ديفرنس بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف هو السيل وول، السيل وول. طيب ديت الكيس معلم منها. بعد كده البروكاريوتيك ماسنجر ار ان اي ترانسكريبشن، الترانسكريبشن بيحصل فين؟ قلنا المسنجر ان اي يبقى بوليسيسترونيك اخر واحد. ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت دي ان اي بليز ذات كاري 2 انسرشن سيكونس اللي هو مين؟ الكومبوزيت ترانسبوزر. طيب ويتش اوف ذا فولوينج بلازميد ان ايبل تو كان بيز تبقى اتاكد بالاكزونيوكليز، هيبقى مين ده؟ هيبقى ده اللينير بلازميد. بعد كده ده كلهم كيس سيناريوز. طب ديت الفاينل الاند ريزلت قلنا ايه؟ 2 اف بوزيتيف، هيبقى الاجابه بي. ديت البلازميد اللي بيدخل الفاج اللي بيدخل يكسر يسمينا ايه؟ فيرولنت فاج، فيرولنت فاج. طيب اللي كان اتاكد باي الاكزونيوكليز قلنا دي مين؟ اللي كان اتاكد باي الاكزونيوكليز الاكسترا سورانيوكليز، ده هتبقى مين؟ الترانسفورميشن، اجابه الاي مهمه. بعد كده الميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بايوتيك ان كل دون اوف ذا فولوينج بينهبت الدي ان ايه ريبليكيشن، دي موجودة صريحة في الكتاب. طب السيل وول ريموفال باي انزيماتيك، هو قال لك السيل وول بس ما قالكش عن طريق انزيمات، قال لك انيبيشن للبروتين بس ما قالكش ايه؟ قال لك عن طريق الريبوزوم مش التارجتنج ترانسفير ار ان اي، قال لك انيبيشن السيل ممبرين بس ما قالكش ميزوزوم، فانيبيشن اوف دي ان اي ريبليكيشن دي موجودة في الكتاب نصا. دي السؤال ده مهم. الديزايرد بروبيز بتاع الانتيبيوتيك انكلود اونلي وان اوف ذا فولوينج، هتبقى ايه؟ لونج بلازما هاف لايف. السؤال معاد. بعد كده انكلود وان اوف ذا فولوينج البيتا لاكتام اللي هم ايه؟ كاربابينين. اللي ويتش اوف ذا فولوينج از جريتر اباوت اليوريدو بنسلين جريتر اكتيفيتي ذان الكاربوكسو بنسلين على مين؟ على السودوموناس ايروجنوز. طيب الكومبينيشن ثيرابي هيبقى كلافيولينيك اسيد بلس اموكسيل. ويتش ميكانيزم اوف ذا فولوينج نوت انفولفد في الميكانيزم اوف اكشن اوف انتي فايرال دراجز، هيبقى مين؟ هيبقى بينهبت السيل ممبرين، السيل ممبرين لانه ما عندوش سيل ممبرين. الفايرال نيوكليك اسيد كاركترايزد باي، النيوكليك اسيد كاركترايزد باي از انفكشوس بارت اوف ذا فايروس. بعد كده الراوند تو اوفال يوني سيلولر فانجاي ويتش بريبديوز بادنج زين ديتاتش فروم ذا ماذر سيل، بادنج وديتاتش يبقى دي يست. طب ذا بادنج وما حصلش ديتاتشمنت يبقى دي يست لايك. طيب الفلامنتس ده هاي في طول ايه؟ عادي تيوبل. طيب الدايمورفيك على حسب مين؟ على حسب الكونديشن اوف جروث، يا يست يا مين؟ يست جوه جسم الانسان والفلامنتس جوه ايه؟ بره جسم الانسان، فالاجابه هنا هيبقى يست. طيب الكونيديا ذات ريزلت فروم فراجمنتيشن، قلنا الكونيديا ديت من نوع من الاسكشوال، كانوا ايه؟ اربع انواع. الايه ارثروكونيديا، الارثروكونيديا دي كنا قلنا حوض قصب بيتكسر فراجمنتيشن. طب البلاستوكونيديا كنا قلنا بي مع البي بي بادنج. طيب الكلاميديوكونيديا قلنا دي ايه؟ الكلاميديوكونيديا بتطلع في فاز شيب، او الفايلوكونيديا اسف هي اللي بتطلع في الفاز شيب، امال الكلاميديوكونيديا دي اثناء الدورمانسي، اثناء الدورمانسي، فدي هتبقى الارثروكونيديا. السؤال ده مهم برضه. السؤال اللي بعد كده، لارج سيك وولد سبور ديفلوب بتوين اثنين ديفرنت هايفي، دي فين؟ دي في جزء
اللي هو الزايجو سبور. الزايجو سبور طب دي حاصله ازاي؟ قلنا الاسكو سبور طلع في اسكس، طب البازيدو طلع في بازيديا، ما فيش مشكله. طب الزايجو الاو سبور، الزايجو اتنين ديفرنت تايب مع بعض، انما الاو سبور وان ديفرنت تايب ويز ديفرنت اكستريميتيز، ودي مهمه جدا. زايجو سبور ممكن تيجي او سبور يقول لك ايه وان هايفي ويز ايه ديفرنت اكستريميتيز. طيب انتي فانجل ايجنت انهبت النيوكليك اسيد سينثيز، اللي بيشتغل على النيوكليك اسيد سينثيز هو الخمسه فلوروسيتوزين. قلنا تصنيع النيوكليك اسيد من اربعه نيوكليتيدات، الادينين والصيمين والسيتوزين ومن والجوانين، هتبقى السيتوزين. فيها كلمه سيتوزين فيدخل ايه في انهبت النيوكليك اسيد سينثيز. طيب اللي تزود عليها بقى ان هو بيحول السيتوزين ليوراسيل، فاليوراسيل ما يدخلش ايه ما يحصلهاش ما تدخلش في تركيبه دي ان ايه، عشان كده هو بيشتغل على انهبت ايه النيوكليك اسيد سينثيز. طيب السؤال اللي بعد كده، الفانجاي ذات انفكت اوتسايد لايرز اوف ذا سكين اور هير اونلي ار كلاسيفايد سوبرفيشال، سوبرفيشال سطحيه. لسه مكملين كمان في حل الام اس كيو، في ام اس كيو كمان جه في محاضره بتاع السنه اللي فاتت كمان كان مهم قوي في الاكسترا سولار ميديم. دي ان اي ديجريدنج انزيم، الانزيمات اللي بتكسر الدي ان اي وود لايكلي تو بريفنت الترانسفير اوف دي ان اي باي، بتمنع ترانسفير اوف دي ان اي باي عن طريق ات ناتشرال ترانسفورميشن. طب دي يعني ايه؟ شفتوا اللي ايه هي الجين ترانسفير اللي بتاكد من النيوكليس؟ هو نفس السؤال، ونفس السؤال وجاي من موقع اجنبي كمان، هما تقريبا بيجوا من نفس الموقع يعني. تمام. فالسؤال هنا هتبقى ناتشرال ترانسفورميشن، والسؤال ده مهم. طيب السؤال اللي بعد كده، هو تشوف ذا فولوينج فورمز من جين ترانسفير اوكير في الليتك سايكل. قلنا في الليتك يبقى مين؟ جنراليز ترانسدكشن، يبقى الاجابه بي. السؤال اللي بعد كده، which of the following definition apply to cloning؟ الكلونينج reunion ما بين اثنين foreign bodies في الدي ان اي، تمام؟ انما الاولاني contact دي conjugation، bacteriophage ده transduction، direct uptake ديت هتبقى transformation. يبقى الاجابه دي. يبقى احنا كده خلصنا ان شاء الله الام اس كيو، كل الام اس كيو اللي جه في المحاضرات واللي جه في الفورماتيف واللي جه في كل مكان، واللي انت هتشوفه واللي مش هتشوفه، واللي ممكن يجي في الامتحان واللي مش ممكن يجي فيه، تمام؟ بالتوفيق يا دكاتره، وانا حاولت اجمع اكتر وكتر من الام اس كيو اللي ممكن يجي، وباذن الله باذن الله الاسئله هتلاقوا منها نسبه كبيره في الامتحان ان شاء الله 5 أو 6 باذن الله، والاسئله الباقيه هتبقى كويسه. وعندكم فيديوهات سريعه لو عايزين تسمعوها كمان، تسمعوها كل المنهج في 70 دقيقه. وبالتوفيق يا دكاتره ان شاء الله، واللي يحتاج اي سؤال انا تحت امركم النهارده وبكره، وانزل لكم كمان اسئله تانية على الجروب. بالتوفيق يا دكاتره ان شاء الله.